تنتقل روح أعظم ثالث رجل في الإنسانية بعد الأنبياء. استشهد وهو صائم وهو يقرأ قرآن، الرجل الذي تستحي منها الملائكة. تخيل صهر الرسول صلى الله عليه وسلم ذو النورين، صاحب الهجرتين، المصلي إلى القبلتين، إنه التواب الأواب، العابد الخاشع، المحسن الخاضع، إنه المسلم التقي، المؤمن النقي، الكريم الجواد، السهل السخي، إنه الجواد الكريم، السخاء العظيم، رجل البر والجود والإحسان، جامع القرآن، عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الشاعر: خليفة الجود ذي النورين عثمانا، بدر الصحابة إنفاقا وإحسانا، سواك بنتاه من أزواجه كانا، ننت المحبة في قلب النبي، ومن إليك الحياء الذي من صدغته خجلت ملائكة الله لما فاض إيمان. يا من له بيعة الرضوان قد عقدت، والمؤمنين جنوا عفوا وغفرانا، لله درك في بذل وكرم، يا من تلون فيه الخير أدوانا، بذلت نفسك للإسلام تنصره، والمال ترسله حبا وقربانا، وكف أحمد قد نابت مبايعة عن كفه فقدت يمناه عثمانا. لك الفضيلة في الآيات تجمعها، كما أراد لها الرحمن قرآنا، تبا لقوم عليك بالقدر قد جمعوا، وحاصروك بيوم الدار عدوانا، يذب عنك بن الزهراء وما بخلوا، بالنفس دونك أنصارا وأعوانا، حتى مضيت شهيدا والكتاب على كفيك، يحبق في الأرجاء ريحانا.